السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على موعد الإعلان الرسمي على الآيفون 13. سنتعرف من كم جهاز ستتكون سلسلة الآيفون 13 وعلى الأسعار الرسمية التي سينزل بها كل جهاز. كل هذا وأكثر سنتعرف عليه معا، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. ستتكون سلسلة الآيفون 13 من 4 أجهزة، نفس الأجهزة التي رأيناها مع الآيفون 12، حيث ستتكون من آيفون 13 ميني، الجهاز الثاني سيكون الآيفون 13، الجهاز الثالث سيكون الآيفون 13 برو، أما الجهاز الرابع فسيكون تحت اسم آيفون 13 برو ماكس، أعلى نسخة من هذه السلسلة. بالنسبة لموعد الإعلان الرسمي على هذه السلسلة سيكون في 24 من شهر سبتمبر، نفس الموعد الرسمي التي كانت تعلن فيه أبل كل سنة على سلسلة الآيفون الجديدة، ما عدا العام الماضي التي تأخر موعد الإعلان بسبب جائحة كورونا. أبل قررت هذه السنة أن تحافظ على الموعد التي كانت تطلق فيه كل سنة أجهزتها. وبالنسبة للأسعار أصدقائي، سيأتينا الآيفون الأرخص، الآيفون 13 ميني بسعر يبدأ من 699 دولار. بالنسبة للآيفون 13 النسخة العادية سيأتينا بسعر يبدأ من 799 دولار. بالنسبة للآيفون 13 برو سيأتينا بسعر يبدأ من 899 دولار. أما الآيفون 13 برو ماكس فسيأتينا بسعر يبدأ من 999 دولار مع النسخة الأقل. أبل ستحافظ على نفس الأسعار التي أعلنت بها على سلسلة الآيفون 12. أكثر تفاصيل حول مواصفات الأجهزة ستجدونها في فيديوهات قادمة، فتأكد أن تكون مشترك بالقناة. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام الفيديو، كان هذا كل ما يخص موعد الإعلان الرسمي، من كم جهاز ستتكون سلسلة الآيفون 13 والأسعار التي سينزل بها كل جهاز. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. أشكركم على المتابعة، وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكراً.